بدأنا الامتحانات والحمد لله كنت قد أدرس أول بأول واجتزتها بسهولة ويسر، وثم إلى أن وصلنا إلى الامتحانات الوزارية التي كانت قد رأيتها سهلة ومررتها بسهولة ويسر. بالنسبة للاحتفالات كانت قد الاحتفالات في داخل النفس، ويعني كانت احتفالات مع بعض وعائلية. وبالنسبة للألعاب النارية يعني أنا كنت ضد كل هذه الأشياء وما رافقتنا من أحداث وصعوبات قد واجهتنا على طول المسيرة التعليمية وفي الأحداث الحصرية التي قد حدثت في الأيام الباقية، فقد كانت تعيق قليلا وتحزننا من شهداء وأسرى قد سقطوا وقد ضحوا لأجل الوطن ودفاعا عن الوطن والفلسطينيين. فهم أوجه دائما هذا النجاح والفخر لهم جميعا لأنهم هم المركز الأساسي والأول، ودائما الفخر الكبير يكون لهم. أولا طبعا أولا وآخرا الفضل الله سبحانه وتعالى، ثم يعود هذا الفضل ثانيا لأبي وأمي اللذان كان لهم فضل كبير طبعا في مسيرة التعليمية، ولم يقصرا أبدا في أي شيء أطلبه سواء شيء مادي سواء شيء معنوي. وأيضا أهدي هذا النجاح والفضل الكبير للشهداء والأسرى الذين سقطوا وضحوا لوطنهم فقط يعني لنيل طريق الكرامة والحرية للفلسطينيين. أيضا هذا للطاقم التدريسي المعلمين بالممثلا بالمدير المدرسي والطاقم التدريسي ككل، ثم أهدي هذا النجاح أيضا لأقاربي لكل من ساعدني ولو بحرف واحد لاستكمال هذا، فقد كان كل حرف على وزن جبل من ذهب. والحمد لله رب العالمين، أنا أفخر جدا بدعمهم لي، والحمد لله رب العالمين أهدي هذا النجاح لهم.